السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل على حل المسائل بعد ما احنا شفنا الجدول دوت وازاي بنستخدمه. دلوقتي هو مديني هعمل اول جدول خالص اللي هو الجدول الكبير اللي هو بين الخصائص وبعضها خصائص الوظيفة اللي هو بيدور عليها. فهو دلوقتي اول حاجة قالها لي ان السلري is very strong more important to location. يبقى عندي السيلري هوت more important than location. more important as very strong. very strong دي معناها بسبعة. يبقى السيلري واللوكيشن سبعة. السيلري to location and strongly more important to job. يبقى السيلري strongly job. يبقى السيلري والجوب strongly. واللي strongly هي خمسة. بيقول برضو ما بين السيلري in but of equal important to long term. يبقى السالري واللونج equal. الايكوال قلنا بواحد. يبقى السالري واللونج equal اللي هي بواحد. تاني حاجة بيقول job is weekly more important than location. يبقى الجوب واللوكيشن weekly. week اللي هي تلاتة. هي الجوب واللوكيشن تلاتة. بيقول برضو but strongly more important than long terms. لكن هي strong. strong اللي هي خمسة. يبقى ما بين الجوب واللونج ترمز خمسة. بيقول long term are absolutely more important than location. يبقى long term واللوكيشن absolutely اللي هي تسعة. دلوقتي ملاحظين ان لسه الجدول ما اكتملش. احنا قلنا ان النص دوت هو النص دوت. ببساطة خالص هنعمل سبعة. يبقى ديت واحد سبعة من عشرة. دي تلاتة. يبقى ديت واحد وتلاتة من عشرة. دي تسعة. يبقى ديت واحد على واحد على تسعة. مش واحد من عشرة يعني. ديت خمسة. هديت واحد على خمسة. ديت خمسة. هتبقى ديت واحد على خمسة. بنفس المنظر هنا. دي واحد. هتبقى دي واحد. دي واحد على خمسة. دي هتبقى واحد. ودي واحد على تسعة. دي هتبقى تسعة. وكده عملنا الجدول. وبالمنظر دوت نكون خلصنا اللي هو الجدول الكبير خالص اللي بنجيب له الجيومتريك زي اي جدول تاني. وبنجيب له الفيكتور وبنجيب له اللاندا ماكس والسي اي والاكس كان هو اللي مديهولنا بالظبط. وديت اول خطوة في الحل. تاني خطوة في الحل عن طريق الجدول التاني اللي هو مدهولي اللي هو دوت. الجدول دوت زي ما هو باين هنا عامل السالري والاي بي سي دي. الجداول الصغيرة لو انت فاكرها بتبقى العلاقة ما بينها بتبقى جدول لكل خاصية. يعني السالري ليها جدول ماشي. والجوب ليها جدول واللوكيشن ليها جدول. كل حاجة ليها جدول. فالسالري من A B C D A B C D زي ما قلنا ان ما بينهم محايد 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 محايد. هو بدأ بالسالري. هنبدأ بالسالري هوت. بيقول ان السالري ان ال A لما تبقى بألف ال B هتبقى بتنمية ال C هتبقى بربعمية ال D هتبقى بمتين. اهو مش هبص على حاجة تانية خالص وانا بجيب جدول السالري. يبقى 1000 لـ800 بكام؟ عادي خالص على حسب هيت. 1000 على 800 هيساوي 5 إلى 4. يبقى من A لB 5 على 4. من A لC اللي هي 1000 على كام؟ على 400. 1000 على 400 اللي هي هتساوي 5 على 2. وألف على 200 بالمنظر ده هتبقى 5 ماشي. البي كده خلصنا الجدول. هو A لبي وبي لسي بي لدي. البي بالنسبة دي كده الـA بالنسبة للكل.
اللي هي 1000 على 800، 1000 على 400، 1000 على 200. هنشوف دلوقتي البي بالنسبة للباقي. احنا جبنا البي بالنسبة للإيه؟ خلاص البي بالنسبة للسي 800. افتكر دايما انت بتحط اللي انت بتجيب النسبة بتاعته في المقام ولا في البسط عشان ما تلخبطش. بتحط هنا مثلا، يعني احنا هنا عملنا ايه؟ عملنا 1000 على 400، ما عملنا 1000 على 800 و1000 على 400، مش 800 على 1000. لان احنا لو هنحط هنا 1000 على 400 يبقى هنحط الناحية التانية 800 على 1000. هنا 1000 على 800، هنا 800 على 1000، هنا 1000 على 400، هنا 400 على 1000، هنا 1000 على 200، هنا 200 على 1000. فما تتلخبطش، وامشي بالمثلث ده على نفس النسق اللي انت مشيت بيه. اللي انت بتجيب له هو اللي بيكون في البسط مش في المقام. فده هيبقى 800 بالنسبة للسي. هنجيب للسي 800 على 400، هيبقى 2، اللي هو البي للسي 2، البي للدي 4. يبقى كده ايه؟ السي بالنسبة للدي، السي للدي كام؟ 400 على 202. وهنعكسها في الجدول التاني، دي 5 على 4 يبقى دي 4 على 5، دي 5 على 2 يبقى دي 2 على 5، دي 5 تبقى دي 1 على 5، ديت 2 هتبقى ديت نص، ديت 2 هتبقى ديت نص، ديت 4 هتبقى 1 على 4 كده السالري. وبرضو بنفس الطريقة هتعمل الباقي. هعمل كمان واحد لو محدش فهم ديت اهوت. هنعمل اللوكيشن مثلا، اللوكيشن A B C D، A B C D، 1 1 1 1. بشوف دلوقتي اهوت اللوكيشن، ببص على دوت اللوكيشن 10 على 60، 10 على 60 اللي هي 1 على 6، 10 على 30، 1 على 3، 10 على 10 اللي هي 1. ماشي. نجيب دلوقتي النسبة البي، بي لسي 60 على 30 فيها 2، 60 على 10 فيها 6. السي، السي بالنسبة للدي 30 على 10 فيها 3. وهنعمل زي ما احنا عملنا قبل كده، دي سدس هتبقى دي 6، دي تلت هتبقى دي 3، دي 1 هتبقى دي 1، دي 1 دي 2 هتبقى ديت نص، دي 3 هتبقى ديت تلت، دي 6 هتبقى ديت سدس. وبرضو بجيب لهم الجيومتريك والفيكتور، وبجيب لهم اللاندا ماكس، وبجيب لهم السي اي، وبجيب لهم الاكس، وبحل عادي جدا زي ما حليت